وبص بقى تكملة للمصيبة اللي حلت على جماهير الأرسنال، إن أنت عندك الماتش العودة في أرض البايرن، هتروح لهم هناك يلا وهيتهان شرفك وهترجع تاني، هتتمنى إن أنت ما كنتش أصلا دخلت دوري الأبطال. ويا السلام عليكم ورحمة الله، معكم زيكا وقرعة دوري الأبطال ودور الثمانية. هو أنا الوحيد اللي ملاحظ الكلام دوت، ولا في ناس كتير ملاحظة الكلام دوت، ولا الكلام دوت يعني افكار في دماغي؟ لان ايه، انا دايما بحس ان هي موجهه، يعني القرعه ديت دايما موجهه، وموجهه لطريق ايه، يعني انت مثلا الانديه اللي بتقابل بعض كل سنه لازم تقابل بعض، عندك بقى اربع موجات نار، اول واحده فيهم بتقول ايه بقى، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من ايه، من بينهم سالمين يا رب. يعني انت عندك السيتي هيقابل مين؟ هيقابل ريال مدريد، وحش المجره بيقابل الوحش الثاني، يعني غالبا يعني اللي هيطلع، الناجي اللي هيطلع منهم من الاثنين دول هيبقى بص هو اللي هياخدها. يعني انت عندك السيتي يعني فشيخه، افشخ فرقه دلوقتي في اوروبا، وحامل اللقب بتاع دوري الابطال. عندك بقى ريال مدريد شخصيه البطل، سيد اللعب 14 دوري ابطال، يعني وسيب الكوس مفتوح وقول اللي انت عايزه. السنه اللي فاتت السيتي خرج الريال بطريقه مهينه فشخ، مهينه جدا، يعني كان تقريبا مجموع الماتشين 4-0 وحاجه كده في منتهى قله القيمه. فانا مش عارف بقى كارلو انشيلوتي وريال مدريد هيسقروا باللي حصل، هل السيتي هتفشخهم تاني؟ يعني الماتش دوت صعب ان انت تتوقعه. ليه؟ لان السيتي هو السيتي، ريال مدريد فبقى عنده عنتيل جديد وكلنا عارفينه، بلينجهام. انا رشحها هي تروح للسيتي بنسبه يعني 50.5 وريال مدريد 49.5، يعني هي على الحنتف. انا دي وجهه نظري، او عشان بص بقى نتكلم بجد شويتين ثلاثه، فالسيتي هتاخدها بنسبه 51، يعني انا كده بتكلم جد، انا كنت بهزر من شويه بس دلوقتي بتكلم جد. ريال مدريد فنسبه تاهلها تبقى اقل شويه من السيتي بنسبه 49%. مش معنى السيتي يعني ليها اكتر، هقول لك ليه، لان اصلا ماتش العوده في ارض السيتي، دي اول حاجه. تاني حاجه بلينجهام تقيل، وانا عارف ان هو تقيل، ولكن يعني هو بيلعب منظومه قويه، يعني بيب جوارديولا منظومه قويه. نخش بقى على الماتش الثاني على طول، وانت عندك الماتش دوت بعنوان الكوميديا السوداء. كوميديا السوداء، انا بص تخيلت جماهير الارسنال بيعملوا كده وبيلطموا كده على اللي هيحصل لهم من البايرن. يعني انا عارف والله العظيم، بص الكوميديا السوداء دي كانت هتحصل في ماتشين وحصلت في واحد منهم، يا اما مثلا بايرن قدام برشلونه، يا اما بايرن قدام الارسنال، وخلاص الماتش الثاني هو اللي حصل، البايرن قدام الارسنال. وبص بقى تكمله للمصيبه اللي حلت على جماهير الارسنال، اللي انت عندك الماتش العوده في ارض البايرن، هتروح لهم هناك يلا وهيتهان شرفك وهترجع تاني، هتتمنى ان انت ما كنتش اصلا دخلت دوري الابطال ده. عارفين ان كده كده البايرن غبي وبيتغبى على فرقتين، برشلونه والارسنال، ما تفهمش ليه، هو عنده عقده نفسيه من الفرقتين دول، اول ما بيشوفهم بيقلب عنتيل. طيب بص، هو كل حاجه ممكنه ولكن ما اعتقدش قوي. ليه؟ لان عشان تاني سبب اللي انا قلت لك عليه، مش اول حاجه ان البايرن قوي، لا لا لا، تاني سبب ان البايرن بيهج على فرقتين الا وهما برشلونه والارسنال، فاعتقد ان تاني فرقه هتتاهل من الماتش دوت هتكون البايرن. خش بقى على الماتش التالت، وعندك برشلونه وباريس، ماتش الذهاب هيبقى على ارض باريس وماتش العوده هيبقى على ارض برشلونه. دلوقتي يفكرك بحاجه، بالريمونتادا، بالريمونتادا اللي هو اول ريمونتادا تقريبا انا عرفتها في حياتي، اللي هي بتاعت 6-1 بتاع برشلونه وباريس. عندك برشلونه تشافي اعشابي، يعني هي مش في افضل حاله، وخصوصا ان خط النص عندها كله مصاب، وهم اصلا هيمشوا تشافي اخر الموسم عشان النتائج في الدفاع زي الزفت. مش حاسسها قوي برشلونه السنه دي، ولكن انا مش عارف ليه وبعذرها، لان تشافي برضو من المدربين التقال. انا بالنسبه لي وجهه نظري ان هو مدرب مش وحش، ان هو مدرب كويس، بس هو كان محتاج ظروف افضل من كده. ماشي، نيجي بقى نخش على باريس. والله العظيم يا جدعان، اقسم بالله بابي هو ثلاث ارباع قوه باريس، يعني مش هقول لك بقى نص الفريق وبتاع، هو تقريبا ثلاث ارباع قوه الفريق. تاني حاجه بقى، ان باريس سان جيرمان من اضعف فترات حياته في الاداره القطريه. ليه؟ يعني انت لو لاحظت ان الفرقه مش بتعرف تطلع بالكوره، مثلا عندك دوناروما اما بيباصي كوره اي حد بيستلم بتتقطع منه، اي حد ممكن هات مركز شباب يضغط يعمل ضغط عالي على فرقه باريس هالكرة تتقطع منه. ف مش عارف الفرقه دي بقت كده ازاي، ولكن انت كنت اصلا يعني معتمد على فيراتي اللي هو كان افشخ لاعب بيطلع لك بالكره من تحت ضغط، الراجل دوت مشي، وكان بيساند مع مين؟ كان بيساند مع نيمار، واخر سنتين كان بيساند مع مين؟ ميسي. فجاه الثلاثه دول كلهم ما بقوش موجودين في باريس، فباريس بقى ضعيف جدا في ناحيه الخروج من الكوره، في اي حد بيعمل عليه ضغط عالي الكوره بتتقطع منه، وتروح بقى على ايه؟ عند دوناروما، شوت عليه اي حاجه الراجل مش بيمسك الكوره، هو بيصد جامد قوي، ولكن هو بيعمل هجمه خطر عليه فبيخش فيه جوان كتير. فانت عندك باريس دفاعيا زي الزفت.
فممكن اي حد يعمل عليهم ماتش. فالماتش بالنسبه لي هيبقى يعني مش 50-50 صراحه، يعني مش هقول لك بقى 50-50 ولا هو مش 50-50، يعني انا برجح كفه باريس شويه انها تبقى بالنسبه 55% وبرشلونه بنسبه 45%، يعني هي متقاربه. تيجي بقى للماتش الاخير، وعندك اتلتيكو مدريد اول ماتش هيبقى على ارضها، وماتش العوده هيبقى على ارض مين؟ على ارض بروسيا دورتموند. انا بالنسبه لي اتلتيكو مدريد اللي عملته مع الانتر دوت يعني ماشي يعني، بس اعتقد ان هي الدفاع بتاعها مش هيصمد امام بروسيا دورتموند، وخصوصا ان الماتش العوده هيبقى في المانيا. ف بالنسبه لي بروسيا دورتموند هتخلص الايه الجوله ديت رايح جاي، او مش هقول لك بقى رايح جاي، ولكن في الاجمالي هيبقى البروسيا دورتموند ممكن مثلا بنسبه 60 ل 40% لماتش بروسيا دورتموند، ودوت هيبقى ايه اكتر ماتش محدش هيتفرج عليه. كده يبقى عندك اربع فرق متاهله من وجهه نظري انا الشخصيه وتوقعاتي، هما مين؟ السيتي وبايرن وباريس وبروسيا، دول اللي هيتاهلوا. يعني دوت وجهه نظري وتوقعاتي الشخصيه، توقعاتكم انتوا ايه؟ انا عايز اعرف. يلا بقى عرفوني، عرفوني بقى على ايه؟ على اليوتيوب. لو انت مش عامل لي سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب على اليوتيوب وفعل الجرس، واعمل لي بقى ايه كومنت وقول لي توقعاتك. ولو انت بقى مش هناك عندي على الفيس فتعالى تعالى حبيب قلب اخوك، تعالى هناك واعمل بقى ايه الكومنت واللايك والشير، وعرفني ارائك ايه، وتابعنا هتتبسط. يلا سلام.